أثناء قيام أفراد فصيلة الطريق سيار شرق غرب بودرهيو بنقطة مراقبة على مستوى السد الثابت بطريق سيار شرق غرب بودرهيو، تم توقيف سيارة سياحية وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها لفت انتباههم ارتباك سائق، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا وبعد الاستعانة بثنائي سينو تقني تم العثور على 623 قرص مهلوس نوع إكستازي، 228 قرص أزرق اللون، 395 قرص أحمر أجوري، كانت مموهة بإحكام، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر ب 116,000 دينار جزائري بالإضافة إلى هواتف نقالة. بعد مواصلة التحقيق واستيفاء الإجراءات القانونية تم تمديد الاختصاص والتنقل إلى ولاية أخرى، حيث تم توقيف شخص آخر متورط في القضية. على إثر ذلك تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق وتقديم الأطراف أمام الجهات المختصة. يبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة bpgn.mdn.dz في خدمة المواطن 24 على 24 ساعة.